الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المعلم الأفضل والأكمل والأجمل عليه أفضل الصلاة والسلام. كان من همه بالتعليم وحرصه على التعليم لهذه الأمة جاء في السير أنه كان عليه الصلاة والسلام مرة على المنبر فإذا برجل أعرابي دخل إلى المسجد فقال يا محمد إني رجل مسلم لا أعلم شيئا فعلمني، فترك صلى الله عليه وسلم الخطبة، والخطبة أمر عام لكل المسلمين، فترك الخطبة صلى الله عليه وسلم وخرج من المنبر فجاء بنفسه إلى الرجل، ثم وضع كرسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليه رسول الله وأخذ يعلم الرجل ماذا يجب عليه من الصلاة من الزكاة من الأشياء الواجبة، ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فأكمل وأتم خطبته. هذه القصة يقول أهل العلم فيها فوائد كثيرة: الأولى شدة الحرص على تعليم الناس، ثانيا أن العلم الواجب الذي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه هو أهم من المعلومات العامة، هذا العلم مهم جدا. الفائدة الثالثة أنه لا ينبغي أن يؤخر. لما أرى إنسان يريد أن يدخل الإسلام مثلا أقول له انتظر بكرة أعلمك، أو إنسان لا يعرف الصلاة أقول له طيب بكرة أو بعد أسبوع القادم تعال أعلمك كيف تصلي، والأسبوع هذا كيف سيعمل؟ لذلك قالوا أن هذا العلم الواجب على المسلم أن يتعلمه، واجب كذلك على المعلم أن يعلمه في أسرع ما يمكن. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مرة كان في سفر مع أصحابه، فلما كان في الطريق جاء رجل هكذا أعرابي فمسك زمام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وقفه في وسط السفر وقال له يا محمد علمني، فقال له صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فإن الله تعالى فرض عليك 5 صلوات تؤديها، وأوجب عليك في مالك زكاة، وأوجب عليك صوم رمضان. فلما سمع هذا الرجل هذه المعلومات قال نعم 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 نعم، ثم قال له صلى الله عليه وسلم فأطلق الزمام إذن، يعني خلاص علمناك الواجب هي فكنا خلينا نمشي نكمل طريقنا. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في سفره توقف ولم يزجر الرجل ولم يقل لأحد من الصحابة هيا خذوا هذا روحوا علموه، لا، بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذه المعلومات معلومات يسيرة. أحيانا بعض أهل العلم إذا تعلم وصار شيخ كبير دكتور على ما يقولون لا يرى أنه يعلم مثلا أحد صلاة يعلم أحد زكاة، لا، هذا صار الشيخ الكبير، لا يعلم إلا الكبار، لا يلقي إلا محاضرات ضخمة، لا يجلس إلا مع محاضرات فلسفية كبيرة، لا يدرس إلا أصحاب دراسات عليا. يأنف بعض أهل العلم، يأنف أن يجلس مع واحد يعلمه صلاة، أن يجلس مع واحد يعلمه شيء في الزكاة أو يحل له مسألة في الدين. كثير من الناس يغيب عنهم هذا، يرون أنهم أصحاب مهمات كبيرة. هل أحد أكثر مهمات من رسولنا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو في السفر؟ هل هذا السفر كان سفر تمشية سفر سياحة؟ لا، كان هذا سفر كله في دين الله في خدمة دين الله، لكن كان يقيم هذه الموازين حتى نعرف أين نضع أقدامنا، ماذا ينبغي أن نعمل. الناس اليوم في تقصير كبير جدا في أن يعلم بعضهم بعض مبادئ هذا الدين. ربما الإنسان يكون عنده خادم في بيته سنوات يخطئ في الصلاة، لم يعلمه الصلاة، لم يعلمه كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي. كل هذه من المهمات التي تعلمناها من هذا المعلم الأكرم الأشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.